مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك تقلبات كبيرة في الأحوال الجوية، وأيضا فرص لسقوط زخات رعدية من المطر في كثير من الأماكن، خاصة المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية من المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض أيام الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد هناك أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية الغربية، وهناك فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر. العظمى المتوقعة 31 والصغرى 18. المناطق الشمالية الشرقية غائمة 31-17. المنطقة الشرقية غائمة جزئيا 31-22. المنطقة الوسطى 30-20، معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الغربية 35-26. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 20-13 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء معتدلة في النهار، لطيفة في الليل في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية العظمى 29 والصغرى 19. المناطق الشمالية الشرقية 29-16. المنطقة الوسطى معتدل نهارا لطيفا ليلا 30-20. كذلك في المنطقة الوسطى 30-20، معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الغربية حارة نسبيا 35-26. المنطقة الجنوبية الغربية غائمة وسقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا 20-13 درجة مئوية. يوم الثلاثاء هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية والشمالية الغربية. فالمناطق الشمالية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر وانخفاض على درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16. المناطق الشمالية الشرقية غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر 30-16. المنطقة الشرقية 30-21. والمنطقة الوسطى 31-21 درجة مئوية. المنطقة الشرقية والوسطى أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا مع ظهور بعض السحب على اختلافات على ارتفاعات مختلفة. والمنطقة الغربية حارة نسبيا 35-26. المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 20-12 درجة مئوية. يوم الأربعاء هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية بما فيها تقريبا مكة المكرمة والمدينة وجنوب أيضا تبوك. أجواء غائمة جزئيا وماطرة في هذه الأماكن، لكن المناطق الشمالية من المملكة أجواء لطيفة بشكل عام، تميل إلى البرودة ليلا. المنطقة الشمالية الغربية 25-15، انخفاض واضح على درجات الحرارة. أيضا الشمالية الشرقية 24-12، إذن لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا أو باردة نسبيا ليلا. أما المنطقتين الشرقية والوسطى أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة. المنطقة الشرقية 30-23 والمنطقة الوسطى 30-18 أجواء غائمة. المنطقة الغربية 34-25 مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. والمنطقة الجنوبية الغربية 19-12 مع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات. الخميس أيضا أجواء لطيفة في النهار تميل للبرود ليلا في المناطق الشمالية من المملكة. المنطقة الشمالية الغربية 25-15 والمنطقة الشمالية الشرقية العظمى 26 والصغرى 14. في المنطقتين الشرقية والوسطى 29-19 في المنطقة الوسطى، 29-21 في المنطقة الشرقية مع أجواء غائمة. أيضا المنطقة الغربية حارة نسبيا 34-26. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من مطر 19-13 درجة مئوية.
اليوم الجمعة، يوم الجمعة في الارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الشمالية الغربية 28-16، الشمالية الشرقية 27-16، المنطقة الشرقية 29-20، والمنطقة الوسطى 28-17. أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل. المنطقة الغربية حارة نسبيا 35-25، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات عادية من المطر أحيانا. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.